الشتوكة في صالة الفرح قطاي تقدم المعلم اليازي والنجوم العرب الفنان يونس حلاق والنجم سهر توفيق مع الأخطبوط المدمر عبد النقشي أغنية على العين مليتن وإن شاء الله ينال إعجابكم ها وانا على العين مليتن واطنعش مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجلايا صابوني وتقول صابوني مرم علي العدا وبالعين صابوني قطعوني الشقا والواح صابون محيد عن عشريتك ويا ناظر عيني عين مليتين وطمعش مولايا جسر الحديد انقطع من دوس رجلايا تهدي واليا سمرا ولي تهدي ساهر توفيق والمعنى بتحدي اسمع تهدي واليا حليوة ولي تهدي ساهر توفيق والنقشي بتحدي عمل يزدي عندك بس مخدي تهدي بالله 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 تهدي اسمع اصبر علي وبوسي بوسي بوسي خدي طول الليل عاني سهرانة قدي 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 نام بحضن وباسي قدي قدي وبعجالة يلعنج عين الغزالة عشات والدنيا يهل الله يهل الله تعلم عنا أبو يهل الله يهل الله عشات وأخذوا كل عالم ملتهي عما تلعب بالفيسبوك جدك 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 تلقى اسمع جديد هالضوي إليه بك يا محلاها هي 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 والله هي هي لك هي هي أحلى بنية بنية أخذت عدلي وروحي هي لك أخذت عدلي وروحي هي جديدنا الدحدح
وهي تريدك وقلبها بيدك وهي تريدك اسمع اسمع وقلبها بيدك تعذبتني بمواعيدك ومرمرتني بمواعيدك ولجدك جدك ديلك وهالطويلة يا محلى ولجدك جدك وديلك هلا هالطويلة ويا محلى ضبطوا كل جديد من الشادو كفايس صارت الفرح حطاي بداك معلم نيازي فيصل الفرح حطاي ترحب بكم جميعا بدي ارجع عزابي اتخلص من عذابي بدي ارجع عزابي اتخلص من عذابي حاجي كل ما رحت وجيت ما رتفتش بجيابي حاجي كل ما رحت وجيت ما رتفتش بجيابي لك بدي ارجع عزابي اتخلص من عذابي بدي ارجع عزابي اتخلص من عذابي حاجي كل ما رحت وجيت المارة تفتش بجيابي حاجي كل ما رحت وجيت المارة تفتش بجيابي ومن قلك لا تتجوز تعشق رمان مكوز من قلك لا تتجوز تعشق رمان مكوز شادي يا بجد هوز ما رتفتش بجيابي يونس يا ابن الحلال بكفينا قيلو قال يونس يا ابن الحلال فانا قيلو قال اللي بتصير جمال بدي علي البوابة اللي بتصير جمال وبدي علي البوابة جاك ربي حماتي بدي اخد ثلاثة جاك ربي حماتي بدي اخد ثلاثة عوفوني حياتي ما ضل جيبي بمصاري عوفوني حياتي ما ضل بجبي بمصاري إدارة المعلم نيازي إن شاء الله بقضوا كل ليلة سهرة سعيدة وعنا كل جديد أهلا وسهلا فيكم فيلم شاتو قفها طايلان جمركزين هوش كدنس من أودي سانتشنس مرسل حبيب Değerli piyanistim Abdünnakşi eşliğinde Ferdi Tayfur'un sevilen bir eserini seslendireceğim kendi sesimden. Seni de Allah yarattı, beni de Allah yarattı. Bir görüştük gelseydin gönlümün hücresine biraz çare olsaydın.